هذا يا زيد معناه مولاه سكتت بيه تحت بيهم باف بلاصة بعيدة، هزها معناه لابرونتي مازال يتعلم، هزها الغفاص زعما معناه سقط هالو الموتور. هذا يا برونتي بدأ يبعبس له في الخيوط وينحي له في الفيشات ويركب ويجرب. كلمني بالتليفون قلت له حابس غادي، قلت له اسمعني ما تخليه يمس حد شيء، جيبها الموتور جيبها في كهربا، كري لها كهربا وجيبها، ما تخليه يمس حد شيء حبس غادي. بي شنو البروبليم؟ تستينا معناها البومب نتاع الليسانس نلقاها ما تمشيش، هذيا بومب تركة في الريزيرفوار، البومب هذيا معناها كاتبار، هذيا تخرج ليسانس فيه بريسيون قوي، فهمت؟ لازم ليسانس يخرج مضغوط من هنا. وشوف كيفيه معناها لابرونتي بدا يبعبس له في الخيوط، معناها زبي ينيك فيها من وذنيها ويقولش بها ما تجيبش صغار الزب. باهي خنشوفو شنو البروبليم. يعني البروبليم كما توقعنا، شو الكاوتشو منحي، هذايا ديريت متاع البومب هذايا معناها منحي تملص، هذايا معناها راكب بليش كولي كيما تشوفو، هذايا لازمنا معناها نركبوه هذايا ونعملولو كولي، نكبسوه بالكولي باش معناها يشد غادي كما يتنحاش. باهي عملونا ابوني لشين يوتيوب اذا انت ماكش مشترك، عملنا انزل عليك الفلسة الحمراء البوطون الحمراء لابوني، وعملونا لايك للفيديو اذا عجبك الفيديو، عملنا لايك وكتبونا معناها كومنتير اذا عندكم اسئلة، ولا معناها كتبونا كومنتير باهي تعفون كومنتير ولا اثنين ولا ثلاثة. شفت كي قلت لكم معناها يخدموا بالتجازة، معناها جاي يحكي لي الكليون قال لي معناها جاب لي انبوبة وبدا نحيله في الفيشات ويتستي. يا خويا اش قلت لكم، انا اش قلت لكم موتور معناها زيت 750 تعمل 20 مليون، هزها لابرونتي يتعلم فيها نورمال. انت صاحبي كما تشوفوا معناها كبسناها، عملنا لها كولي معناها مشيرتين، جو احلى جو، معناها خدمه دور يجيك، فهمت صاحبي؟ تويكا باش نركبوها في البلاصه. والله نبقى حاير معناها في العبيد برونتيات هذوما، يعليش صاحبي حاجه ما نعرفهاش خويا، ما نعرفش نتعلم خويا، ما يسالش نتعلم بعد كي معناها كي ناخو عليها الحاجة خويا نصلحها، ما علاش نتقوى على بدني، فهمت كيفاش تو صاحبي؟ علاش نتقوى على بدني تو في صورة ما معناها يبدك اليوم معناها مقربع كي زبي، معناها تكسر له الموتور نتاعو، تكسر له قطعة ولا حاجة، يقول لك مثلا خلصها لي صاحبي، باش تاخذ انت قطعة بمليون ونص ولا صاحبي؟ انت تخدم حياتك الكل وما توصلش باش تاخولو قطعة ولا في قنايك على وضعك الزبي، فيق حاجة ما نعرفهاش، ما نعرفهاش شو الحالة اللي فيكم هذي، ما نعرفش حاجة ما نتقويش على بدني، حاجة ما نعرفهاش ما نمسهاش، ما نقولهم ما نصلحهمش، هذوما يخوي موتورات كبار ما نصلحش. هليش صاحبي تتقوى على بدنك بالرسمي؟ معناه زعما شيشكي بيه الكليون، قال لي خلني نشكي بيه، فهمت؟ قلت له سايبو ما دام الموتور لاباس، فما معناها خيوط كاين نحاهم رجعتهم في شيء ركبتهم وكل شيء، قلت له ما دام لاباس الموتور صاحبي اختانا من المشاكل واختانا من، والله كان جاي واحد اخر معناه حاب المشاكل يكبش فيه عادي، معناه ما يقلقوش. يعليش صاحبي حاجه ما نعرفهاش، ما انا ما نمسهاش، ما نتقويش على بدني سهله برشا. هي سيي تويك البومب، البومب شدت بلاصتها ركبت، تويك دوب باش نكبسو كهو معناها باش نكبسو البولونات نتاعها ونركبو معناها نتستوها، شوفونا كيفاش نتستوها. معناها الرول نتاع البومب هذايا معناها تضغط الليسانس للانجكتوريت، تحبوا معناها نعمل فيديو مفسر فيه كيفاش معناها موتور انجكسيون كيفاش تخدم، توصل الفيديو هذايا 1000 لايك، 2000 عام 1000 لايك، ما عادش تو 100 لايك، ما عادش 100 لايك صاحبي ما عادش تقضي تو 1000 لايك، من 1000 وانت طالع 1000 2000 3000 فهمتني، توصل الفيديو هذايا 1000 لايك نهبط فيديو نشرح فيه موتور انجكسيون، نجيب لكم انستالاسيون تاع موتور انجكسيون ولي كومبوزون تاعها الكل نحطهم قدامي كيما هكا ونبدا نشرح لكم، توصل الفيديو هذايا 1000 لايك، ماذا بينا معناه اذا كان وصلت معانا التوا في الفيديو المتابعين الصحاح تعمل لنا خويا لايك
وابوني للشين يوتيوب اذا انتي مكش مشترك خويا، وطويك خان تستو معناها الموتور متاعنا. كيما ريتو معناها تستيناها تمشي جوها باهي، نسكر معناها البلاصة بصبعي باش نسكر على البريسيون باش نشوف اسكو فيها ضغط فيها بريسيون ولا لا، ونتستيها معناها ومن بعديك نركب. تويكا سيي معناها تويكا بقانا كان باش نديماري والميكانيك نخدموها، وهذاك هو. والى اللقاء في فيديو قادم. مش انت عارف ولا؟